احب المفاجآت. اللي يعرف مين اللي كان بيقول احب المفاجآت يقول لي مين هو في التعليقات. مفاجآت الزمالك مستمرة، يعني سبحان الله سبحان الله، كأن نادي الزمالك مخلوق لكده، مخلوق يتعامل فيه كده، يعني بإيد لعيبته، بإيد مدربيه، طبعا بإيد رئيس نادي اللي مخلص عليه أول بأول. بس عايز أقول لكم على حاجة، يعني نادي الزمالك ده مش هيتصلح حاله طول ما رئيس النادي ده موجود، عشان نبقى احنا متفقين. واوعى تختلف معايا تقول لي لا وده بيدافع. يا عم يطلع مره من غير ما يغلط، يا عم يا عم يطلع من غير ما يشتم، يا عم ده هي سيناريو موجود عشان تبقى فيه الناس مشغوله، مرتضى والخطيب، مرتضى والاهلي، تصريحات مرتضى، حصري مرتضى، محكمه تقول على مرتضى، ويا مرتضى يا مرتضى. هي الفكره ان مش هتخلص، ده سيناريو الشعب المصري، يعني شعب جميل، فمحتاج حاجه يتسلى فيها، محتاج حاجه يضيع فيها وقته، محتاج حاجه نصحى الصبح صباح الخير. شفت يا اخي تصريحات مرتضى امبارح؟ شفت حصل ايه في نادي الزمالك امبارح؟ يرضيك يسب كذا، يرضيك يقول كذا يا عمي؟ ولا شفت قناه نادي الزمالك؟ هي كده. المهم نادي الزمالك الله يكون في عونه، نادي الزمالك الله يكون في عون الجماهير. شفتوا جماهير نادي الزمالك امبارح رايحه ومتعشمه وشكل جميل وحلو، لكن ايه ذنبها تروح محروق دمها؟ ايه ذنبها؟ اسوريو امبارح قدم نادي الزمالك على طبق من فضه، جاب هديه كده، اتفضل يا كولر. وكولر طبعا ما بيأثرش. التأليف انا قلت قدام اي حد، ما تألفش قدام الاهلي، ما تألفش قدام الاهلي، هتألف هتشيل زلط، وده اللي حصل. وكمان مع التأليف محمد صبحي، محمد صبحي حسين امبارح اللي كان عنده انفصام في الشخصيه ويلطم يا اخي، حاجه عيب والله عيب. جول حسين الشحات الثلاثه الاوائل. المهم اسوريو لا، يعني امبارح كل الفرقه غلط في غلط اسوريو، موقفهم غلط، لا شيكابالا عارف يقف فين، وزيزو يلعب لاخر الماتش في نص الملعب، ابراهيم اندايك فين، النادي الاهلي بيلعبك بدون نص ملعبه، بنص ملعبه مفيش، ده بيلعبك بديانج اللي كان بيساعد شويه مع محمد هاني، وطريقه لعب النادي الاهلي محفوظه، يعني ما كانش فيه مفاجآت ابدا، وبتلعب بدون مروان عطيه يعني، وبدون السليه، وبدون الناس اللي كان عندها نزعه دفاعيه قويه جدا، بيلعبك محمد فخري وقفشه يعني قدام، وديانج مفيش نص ملعب، مفيش. فانت عايز ايه؟ لكن معلش، هو لك الله يا نادي الزمالك، لك الله يا نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، عليه العوض ومنه العوض. أربعة تقيلة، ده نادي الزمالك يا جماعة، ده الأهلي أكتر فرقة تلاتات تلاتات، قلبت أربعة مرة واحدة، ليه البنديرة زادت ليه؟ عارفين ليه؟ لأن هو ده حظ نادي الزمالك. وطبعا اوعى تقول الأهداف ملعوبة، هو الجول الأخير الباصة ومحمد شريف، هو محمد شريف سبحان الله لازم برضه يحطه في نادي في النادي في نادي الزمالك، هي كده، هي ماشيه كده، في واحد كعبه عالي متعود. فالمباراه امبارح كتكتيكيا انا ما شفتش كوره، كجمل ما فيش، لعيبه الاهلي بتلعب عايزه تنهي السيزون واقفه صح، متمركزين صح، بيلعبوا على الواقف، مرتاحين، البطوله بتاعتهم واقفين تمام التمام، والحبيب بيجي يالف ويغلط قدام نادي الاهلي. فعشان كده انت ربنا كرمك، وطبعا ايه ثواني الباص قدام ورايا ايوه كده عشان يعرف يقف، لان الباص يعني متضايق شويه، ايوه كده تمام. فزي ما بقول لكم يعني مسخره المسخره. المهم اسوريو ذبح نادي الزمالك، اسوريو قدم نادي الزمالك هديه لكل طبعا، والتاريخ بيكتب، يعني في غلطات التاريخ بيكتب، التاريخ بيكتب ان الزمالك شال اربعه النهارده، مين يتحمل ده؟ جمهور نادي الزمالك اللي يتحمله، يتحرق دمه ليه؟ المهم الماتش كتكتيكيا انا ما شفتش فيه جمل كتير، غير النادي الاهلي محترم امكانياته وقدراته، واقف صح، متمركز صح، لكن ونادي الزمالك تاليف ما تفهمش، من هجوم من دفاع من بيلعب ايه في ايه، اي حاجه، سمك لبن تمر هندي. نادي الزمالك كان بيلعب امبارح سمك لبن تمر هندي، الف وعك وربك يفك، بس قلت مش قدام الاهلي، الف قدام اي حد، مش الاهلي يا طور، الاهلي يتلعبوا بواقعيه. الطريقه دي حلوه تعملها يوم ما تحفظها، واللعيبه تحفظ مراكزها ويبقوا تمام التمام ومثبت تشكيلك، اقول لك الطريقه دي تلعب النادي الاهلي فعلا، اللعب العالم اللامركزيه. ومحقق احمد ابو الفتوح اللي عارف هو بيلعب فين يا جماعه امبارح، يا جماعه الاهلي بدون نص ملعب ومع ذلك بيكسب الزمالك اربعه وبيذبح جمهور نادي الزمالك، لك الله يعني يا نادي الزمالك. المهم وفي حاجه كمان عايز اتكلم فيها، هل هتعدي لقطه محمد عبد المنعم امبارح؟
هل اللقطه دي هتعدي؟ محمد عبد المنعم امبارح بيزق وبيضرب لعيبه زمايله حركه لا اخلاقيه، هل هتعدي؟ لان الحركه دي محمد عبد المنعم كلنا عارفين انه مغرور. اوعى تقولي ان رفزت ملعب مره واتنين وتلاته، اتكررت كتير، بيغلط كتير. حتى امبارح لما غلط عادي بتضيع، لان انت عارف مفيش حد بيقدر يستغل الاخطاء بتاعت محمد عبد المنعم، هو كده حظه حلو. لكن الغلطات ويزق علي معلول واللعيبه اللي كان امبارح كان ده كانت خناقه ومشهد سيء الكاميرا جابته. ننتظر العقوبه، عقوبه فعلا صح، لان محمد عبد المنعم اتغر وهو بيلعب في نادي كبير، فالنادي الكبير بقى هننتظر العقوبه النهارده. هل هتبقى كده اي حاجه بنج ولا عقوبه جامده؟ لان اللي بيحصل ما ينفعش لعيبه في النادي الاهلي تضرب بعضها. مع